هي عروس الحفلة، هي المصري المشرف في القنوات الفضائية اللي بنفخر بيها، في حب كبير لدير جيست. سعيدة إن أنا كنت معاهم من أول سنة ومعاهم على مدار العشر اهلا وسهلا اهلا وسهلا باخبار اليوم. من بركه النهارده عايزينك من خلال حفله جيست وتكريم بيمثل لي تكريم الجمهور وجائزه الجمهور دي حاجه بالنسبه لي وسام كده على صدري، لان هي جائزه ليها قيمه كبيره جدا، لان الجمهور هو اللي بيديها لك. عشان كده دايما ببقى حريص اجي اخد الجائزه دي بنفسي لما ربنا بيقدرني يعني، ودايما ابقى حريص لو فضلت مكمل كده بتحملني مسؤوليه كبيره انه الناس اديتها لك، فلازم تفضلي محافظه عليها وماسكاها عشان ما ترجعش تاخدها منك. انا دلوقتي في بوابه اخبار اليوم الفنانه الجميله القبلبه، الف مبروك النهارده على تكريمك كافضل ممثله كوميديه من خلال مجلات ديركس. ربنا يخليكي، وانا بشكرك وبشكر كل الجماهير اللي صوتوا، عشان الجائزه دي جائزه غاليه عليا. انا اول مره اخد، يعني خدت كتير احسن ممثله لكن ما خدتش احسن ممثله كوميديه عن فيلم نظريه عمتي، فده شيء بيسعدني لان التصويت جاي من جماهير كتيره قوي، فالجائزه دي غاليه عليا. النهارده على مجمل اعمالك، كنت النهارده بتتكرم من خلال حفله دير جيست، تكريمك النهارده بيمثل لك ايه؟ مبسوط جدا وحاسس ان الموضوع وصل للناس، فبالتالي انا سعيد وفرحان. بنرحب الفنانه تاتيانا معانا بوابه اخبار اليوم.
ربنا يخليكي، ميرسي لوجودكم هنا معانا. ودي لي بقى كلمينا عن مشاركتك النهارده في حفله الدرجيز. النهارده جايه مع جوزي لانه في اتنين من الفنانين من نظريه عمتي بيتكرموا، جايه اقول لهم الف مبروك، وخصوصا نونيا اللي هي البلبه وحسن الرداد. وانا اساسا بحب المسابقه دي وبحب تنظيمها وبراود جدا بتنظيم راقي كتنظيم دير جيست. جايزه النهارده من خلال مهرجان دير جيست، والجايزه النهارده بتمثل لك ايه؟ ودي مش اول جايزه على مسلسل الشكل. هي بصراحه خمسه الا واحد، يعني دي رابع جايزه. انا بشكر جدا طبعا دير جيست، والمسؤوليه بتبقى ازيد وبتبقى الدنيا يعني اجمل، وكمان الدستور بقى والدنيا ربيع والجو بديع وكل حاجه الحمد لله حلو. سيد رجب معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي، ميرسي خالص. النهارده انت بتتكرم عن مجمل اعمالك في حفله الدير جيست، تكريم النهارده بيمثلك ايه؟ والله تكريم هايل، انا سعيد جدا عن مجمل اعمالي علشان ما يخصوش حاجه، لان كل اللي انا عملته السنه اللي فاتت انا بحبه ومعجب بيه جدا، فالنهارده تكريم وخصوصا تكريم من الجمهور، فدي حاجه بتشرفني جدا. مرحبا بالفنانه الجميله سلوى خطاب معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ انت معانا النهارده تكلمي عن مشاركتك الجميله في حفله الدير جيست. شاركتك في حفل دي مبسوطه جدا جدا، دي جايزه الجمهور يعني بالنسبه لي بتخلي الواحد يطير من السعاده يعني الحمد لله. طبعا تكريمك النهارده بيمثل لك ايه؟ كل سنه طيبين الاول. مبسوطه جدا لان يعني دي تاني جايزه اخدها، خصوصا ان انا مش بقالي كتير في الوسط، فمبسوطه قوي ان انا قدرت اعمل مكان لنفسي في الفتره القصيره دي. طبعا يعني ده توفيق من عند ربنا، وفي نفس الوقت من اهلي ومن الناس اللي حواليا. الموزع الموسيقي عادل حقي معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكو، اهلا باخبار اليوم. برجلك على الجائزه النهارده، وعايزين بقى حضرتك تقول لنا الجائزه النهارده بتمثل لك ايه؟ والله بتمثل تقدير الناس، لان هي الجائزه دي بتبقى يعني تصويت الجمهور، مش ما بتبقاش مثلا جهه معينه هي اللي بتقدم الجائزه دي من نفسها، فده دليل على ان الواحد بيعمل حاجات الناس بتحبها، بيعمل موسيقى جديده على الناس، والناس دي بتقدر الشغل الجديد ده. وطبعا بشكر كل الجمهور وبشكر كل الناس اللي بتحب شغلي، وأوعدهم ان انا هقدم الجديد وان انا استمر دايما في التجديد. على دورك الجميل جدا في حكايه حياه، والنهارده انت بتتكرم من خلاله في حفله دير جيست، كلمنا تكريمك النهارده بيمثلك ايه؟ هو بيمثلني ان هو اول تكريم ليا، فالتكريم بيعني تقدير، فالحمد لله على التقدير وعلى التكريم.